استاذ علي من قنا. ايوه اتفضل يا استاذ علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله يا استاذ علي. حضرتك يا شيخ، انا معايا اختي. نعم. يعني هي الاب توفى وكانت صغيره في السن، وكانت تجي لها حالات اغماء وهي صغيره، تشوف حاجات احنا مش بنشوفها، ورحت عالجناها للدكاتره وكده. معلش، الاغماء ده كان بيحصل لها بعد وفاه والد، بعد وفاه الوالد ولا قبل وفاه الوالد الله يرحمه؟ لا بعد، بعد، بعد. طيب. كانت سنها صغير 11 سنه. طيب. وبعد الوقت لغايه ما تزوجت وبرضه بتجي لها حالات الاغماء دي، ويعني لو كنت اقرا عليها بعد القران وكانت تفوق، لكن بتحصل لها تشنجات ومش بتبقى مظبوطه يعني. طيب انت حضرتك ايه نوع الاطباء اللي رحت لها؟ عملت لها مخ؟ دكاتره مخ واعصاب. مخ واعصاب وكده. كانت صغيره. طيب. فقالوا ان الحمد لله جهازها العصبي ما فيهوش اي مشكله. لغايه ما استقرت على العلاج ومشت على العلاج وهي صغيره، والدكتور قال خلاص ما تاخدش العلاج ثاني او منع منها العلاج يعني كده. لكن هم قالوا ان ما كانش في مشكله اصلا عصبي، ما كانش مشكله في، لا لا، مشكله تتعلق بالمخ والاعصاب. خدت العلاج بتاعها وبقت كويسه ومظبوطه من وهي صغيره. طيب ايه السؤال فين بقى يا استاذ علي؟ انا عايز يعني الحاله اللي بتجي لها دي الاغماءات، واللي هي بتشوف حاجات كده، ولما اقرا عليها قران بتبقى حالتها. ايه الحاجات اللي بتشوفها؟ يعني بتشوف حاجات كده بتمشي على الحيطان وكده. طيب انا اجاوب حضرتك يا استاذ علي. استاذ علي، اللي عند اختك ملوش دعوه خالص بالجن ولا بالعفاريت. اللي عند اختك ومن زمان كنت لابد تنتبه، اللي عند اختك ده حاله اسمها اثار ما بعد الصدمه. بعد ما والدك انتقل حصل لها بعض الاثار النفسيه اللي خلتها، ومش بالضروره الاثار النفسيه ان هي بقت تحولت الى مريضه، لكن هي بالاساس عندها افتقاد شديد جدا جدا للامان، وهي بيحصل لها الاغماء دوت كاحد وسائل عدم القدره على تحمل الضغط النفسي، بان هي اصبحت مهدده، اصبحت بلا امان، فبيحصل لها اغماء. ودوت موجود، موجود في العلم، ممكن يظهر اثار جلديه او اثار منها ان الواحد يحصل له اغماء، زي ما في سايكوسماتيك اوردر، يعني اثار جسمانيه نفسانيه، في اثار كمان بتصل الى حد الاغماء لما الانسان ما يقدرش يتحمل ضغط الفكره او ضغط الحاله اللي هو فيها. هي حاسه بعدم الامان، واظن ان احنا لغايه دلوقتي لم نستطيع ان نصل الى حد ان هي تحس بالامان فيها. لما تروح تكلمها تقول لك انا عمر ما حسيت بالامان. فهي محتاجه ايه؟ محتاجه اهتمام شديد جدا جدا، محتاجه ان هي تتسمع، محتاجه ان هي تتكلم، محتاجه تقول مشاعرها، محتاجه ان ما حدش يخوفها، محتاجه ان ما حدش يحسسها بان هي عندها شيء ناقص، لان كل دوت هو دوت اللي بيخليها في بعض الاحيان ما تقدرش تتحمل المفردات بعد ما حست ان هي بقت لوحدها ومحدش بيحميها ومعندهاش قيمه اضافيه وبقت يتيمه ومحدش هيتجوز واحده يتيمه. الكلام ده كله بيحصل في نفس البنت. نفس البنت مهم ان احنا نقدر نفهمها كويس جدا عشان نقدر نتعامل معاها. فاللي انا بقوله لك بدل احنا طمأننا عليها فسيولوجيا ونفسيا وجسديا، المساله ببساطه خالص نحن محتاجين دعم نفسي ليها، ان احنا نسمعها، نخليها تتكلم، نخليها تقول اللي عندها، حتى لو اوعى لو كانت هي من نوعيه البنات الساكته دي، اوعى تسيبها ساكته، لازم تخليها تتكلم، لازم تخلوها تتكلم وتطلع اللي جواها، لان هو دوت اللي بيخليها يحصل لها في بعض الاحيان اغماء لما تهجم عليها حاله معينه يحصل لها اغماء. وعشان كده احنا لازم نشوف ايه اللي عندها بشكل صحيح. واضح يا سيد علي؟